مباحثات مهمة جمعت بين وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه بسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية. مباحثات أكدت على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقتين. خلال اجتماعنا الموسع مع وفدي البلدين عدد من الملفات الثنائية، وعلى رأسها بالتأكيد مزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. بالتأكيد هناك جهود مبذولة حثيثة، ونحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فهناك خطوات مهمة ننتظرها في الأيام القادمة، منها انطلاق مجلس التنسيق بحول الله، وتحققت في الفترة الماضية خطوات مهمة وإيجابية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد وصلت استثمارات المملكة خلال فترة 22-23 في جمهورية مصر إلى $2.5 مليون تقريبا، وهذا دليل على استمرار أولا الثقة بالاقتصاد المصري، لكن أيضا الالتزام باستمرار وتعميق هذه العلاقة الاقتصادية والتنموية. وإلى جانب العلاقات الثنائية، تطرق الوزيران إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك كان في مقدمتها الحرب في قطاع غزة. كما تناولت مع أخي سمو الأمير فيصل بن فرحان عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية المحتلة، حيث سبق وأن أكدنا منفردين ومجتمعين وعلى مستويات عربية وإقليمية ودولية عديدة الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وأيضا أن يتم هذا بشكل غير مشروط وبما يضمن صفقة متكاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن والتبادل للأسرى. الدور المصري في دعم وصول تلك المساعدات محوري، وكذلك الدور المصري مع الدور القطري والأمريكي في محادثات وقف إطلاق النار أيضا أمر محوري أثنيت عليه، وشكرت معاليه على كل الجهود التي تقوم بها مصر للمحاولة في رفع المعاناة عن إخواننا في فلسطين. كما أعلن الوزيران عن رفضهما للتصعيد في منطقة البحر الأحمر، فضلا عن تضافر الجهود المبذولة لمنع التصعيد في المنطقة بشكل عام، فيما أكد عبد العاطي أن مصر تدعم جهود المملكة العربية السعودية من أجل تسوية الأزمة في اليمن. العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون، فضلا عن مستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كانت محور مباحثات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه بسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. من داخل قصر التحرير أمل صبري، النيل للأخبار.